مدرب كويس جدا، وطبعا الكابتن علاء صديقي وحبيبي علاء ميهوب عارف القصه دي واخد بالك، والكابتن شريف والكابتن ماهر همام يمكن، وطبعا الكابتن اسلام الشاطر حبيبنا كلنا. مين اكتر حد عجبك في المباراه النهارده؟ النهارده علي معلول حاجه فوق الوصف طبعا، يوزع هدايا. طبعا علول وعلي الجون علي طبعا ممتاز طبعا بعد المده دي كلها. وعموما دفاع الاهلي النهارده كان منظم جدا وحاجه جميله، ورامي ربيعه الناس اللي كانت ظلمها النهارده رامي ربيعه شال الدفاع كله، اللي ما يعرفش كوره يبص على رامي ربيعه النهارده ويشوفه عمل ايه، واخد بالك؟ طاهر كان عنده سوء توفيق شويه لكن لعب. وعموما كل الفرقه النهارده كانت بتلعب بروح النادي الاهلي اللي هي 90% من التكتيك، يعني الروح بتاعه النادي الاهلي هي اللي بتكسب. فطبعا انا مبسوط جدا النهارده، والجمهور ده طبعا مبسوط ونسونا البرد، يعني احنا النهارده البرد. شكرا ليك، شكرا ليك. اتعرف بيك؟ انا اسمي علي احمد. علي ايه رايك في المباراه النهارده؟ علي ازيك، ايه رايك في المباراه النهارده؟ ماتش حلو قوي، لعيبه مش كامله من المنتخب وعرفنا نلعب برضو، لعيبه كانت مركزه كويس وكان فيها اجواء حلوه. تابع كوره من امتى يا علي؟ انا من وانا صغيره قوي يعني. وماتش كويس واداء كويس يعني الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي مش هيبقى صعب يعني قوي زي السنه اللي فاتت، ونعرف نعمل اداء احسن وكمان اللعيبه تكون مركزه اكتر يعني. الحمد لله النهارده ما كانش فيه اصابات ولاعيبه كانت واقفه على رجلها كويس وكان في اداء حلو يعني، وكان في لعيبه كويس جدا يعني مركزه النهارده ولا همهم اي حاجه. تقولي لي بقى توقعاتك ايه لمباراه يعني المباراه القادمه امام بالميراس؟ ان شاء الله قدام بالميراس الاهلي يكسب 2-0. طب علي هيسجل؟ علي معلول وقفش. اتعرف بحضرتك؟ نجيب الفلكي معاك. استاذ نجيب ايه رايك في المباراه النهارده؟ والله المباراه النهارده يعني نجحت مقوله الاهلي بمن حضر، بصراحه اللعيبه النهارده كانوا على قد المسؤوليه فعلا، ويمكن خسرنا اللاعب محمد مغربي وربنا ان شاء الله يشفيه، واللعيبه كلهم كانوا في حاله كويسه جدا 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 ولعبوا يعني بخطه كويسه جدا، والتكتيك كان في المباراه جميل يعني. توقعاتك بقى للمباراه القادمه؟ المباراه ان شاء الله القادمه تبقى 2-1 3-1 باذن الله ان شاء الله. مين هيسجل؟ اللي هيسجل بقى طبعا هيكون محمد شريف ان شاء الله يكون رجع باذن الله، وهيكون في برضه قفشه، ويكون في علي معلول كتير قوي ممكن ان شاء الله يسددوا. بشكرك جدا، بشكرك. تعرف بيك؟ علاء رجب فنان. قول لي بقى رايك في المباراه النهارده ومين نجم المباراه في رايك؟ اقول حاجه، زي ما في رجاله في الكاميرون في رجاله في الامارات، احنا ورا النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله هناخد البطوله، وبكره ان شاء الله المنتخب هيشرفنا وهناخد كاس افريقيا ان شاء الله باذن الله. نتعرف بيك؟ اسلام عثمان. استاذ اسلام قول لي بقى توقعاتك للمباراه القادمه. المباراه القادمه زي ما كان الاهلي النهارده الاهلي بمن حضر، الاهلي المره الجايه بمن حضر. بالميراس لينا ليه طار عندنا، بس ان شاء الله هنعدي برضو وهنلعب تشيلسي ان شاء الله في النهائي، والاهلي اثبت فعلا ان هو نادي الوطنيه، ساب اللعيبه بتاعته للمنتخب، ربنا كرم المنتخب الحمد لله، وربنا كرم الاهلي النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى. بشكرك جدا، الف شكر لحضرتك. دي كانت يعني بعض لقاءاتنا هنا من مقر النادي في فرع مدينه نصر، شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى للاستوديو.